عامله ايه؟ عم رشيد عامل ايه؟ والله الحمد لله. انت كويسه؟ انا الحمد لله زي الفل. شغلك كويس؟ الحمد لله ربنا يخليك. بس قولي عم رشيد عامل ايه؟ اصل انا قلقانه عليه قوي، مستنقصه نفسي يعني ان انا مش قادره اتصل بيه ولا ازور. والله تعبان يا شو، ادعي له بقى ربنا يشفيه. ربنا يشفيه وتقومه بالسلامه، ده راجل امير وابن اصول، ربنا يطمنكم عليه يا رب. شو الا قولي يا سي حسن، محدش سأل عليا. طب بيقولوا عليا ايه هناك؟ مفيش حد بيسأل يا شو، وبعدين هيقولوا ايه يعني؟ مفيش حد بيقول حاجه. يعني ست امينه وناديه ورد مش مستقليني يعني ان انا هربت وسبت البيت في تصاص الليالي زي الحراميه؟ لا محدش بيقول حاجه، وبعدين كلهم مالقين في عم رشيد. طمني ما تخافيش. سرهم من يتكلموا يقولوا على الست اللي جوزها راح وسبع سنين فضلت لوحدها وبعد كده طفشت وصرت تبقى على كل لسان. وعدني يا سي حسن، وعدني ما تجيب سيره حد باللي حصل ولا تقول لهم حتى على مكاني. ماشي، عيب عليك الكلام ده، انا هتكلم عليكي برضه. النبي يا اخويا ما اقصد، والختمه الشريفه ما اقصد، انا بس يعني. خلاص اطمني يا ست، مش هجيب سيرتك ولا اقول اي حاجه عليك. خلاص ارتحتي؟ ربنا يسترها معاك ويكتب لك كل خطوه سليمه. قادر يا كريم. علماني الكلام ده، ولا انت النهارده عامله فيها الجميل الرزين ولا ايه؟ يا سلام على ها؟ حصل هي بنت كوني بقى. حصل حاجات كتيرة قوي. انت عارفة قال لي ايه؟ قال لي انه مبقاش بعد عني قبل ما هو حصل. هيتجوزني بنت هو قالك الكلام ده هوت؟ أنا مش محتاجة أقوال. أروح. إذا كان هالكلام هو قال كلام كتير قوي. هو مفتشر يعني، بس قال مش هيقدر يبعد عني طول عمر. فرحانة وحاسة إن ربنا هيعوضني عن كل أيام السودة اللي شفتها في حياتي. يرحمه. جوزي اللي بتتكلمي عنه ده ومين؟ أكرم البدري؟ طب ليه؟ وعلى إيه يا ذكر؟ هو مش أنت اللي كنتي بتشجعيني؟ هو أنا مش بحش الجواز؟ والنعمة ما قصدتش. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انا بتمنى لك، بس هو بصراحه الكلام ده ما يخشش عيب بيتبصل. حب احنا حمايدور. لا لا لا، قالت ايه؟ قال لي ان هو يعني طول عمره هيفضل معايا. افرح لي بقى، افرح. أنا فرحانة وحاسة إن الأيام الجاية هتبقى حلوة وأنا أكيد أحب أشوفك مبسوطة على طول. شوية يا نعم الله. في إيه يا عم جمعة؟ الله، أول ما بعتلي عم بيومي جيت على طول. خير؟
مش هعوق. امسكي، خلي المفتاح ده معاكي في الاوضه، واول ما تيجي تفتحي لها الباب. عدم اللي مؤاخذه يعني، متاخذنيش في السؤال، هي مين دي اللي جايه؟ نجاح يا بنت، نجاح مرات. لا يا سيدي ابراهيم، يا تسوقي، ربنا استجاب لدعائي. انا قلبي حاسس ان هي في قطر 12 ده اللي جاي على طول، هي متعوده تيجي فيه، لو ما جاتش فيه هبقى انا رجعت. خدي خدي يا بنت، مش خساره فيكي، خليكي اوعي تروحي كده ولا كده، فهماني؟ عينيا يا عم جمعه. والله العظيم انا ما عايز اروح. اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، انا هقعد في مكاني مش هتعتع منه. طيب اوعي، عايزك تراقب القطوره يا بنت، اللي رايح واللي جاي هعينك عليهم. عيوني. سميت، انت يعرف انه بيحب ابوه الحب ده كله قد ما انا شايفاه قاعد راقد، وانا شايفه ماما قاعده جنبه بتخدمه وبترعاه كانها بتقول له اتعب يا سي رشيد. مش هو ده العشق؟ يا رب ببعض جمعني انا كمان باللي بيحبني. حدا بكلم في نفسي، انا مهل بس انا مهل. وين اتكلم عن نفسك؟ انت كبرت من زمان يا رشيدي، لسه صغير. الله يحفظك. يا بس تمام كده. اختك نزلت السوق تقضي شويه حاجات، اللي عايز اعرفه يعني انت ما يجيبكش هنا الا الشديد القوي، في ايه؟ لانك تعبان قلت اجي اطمن عليك، جيت لقيتك زي الحصان اهو. او اطمن على رشيدي وامينه والعيال. لا اطمن، بس انا عايز اطمن عليك انت بقى، عايز اعرف اخرتها معاك. استني استني، ايه؟ مش فاهم. استني القطر اللي بقى بيجري قدامك وما انتش ملاحقه ولا عارف تتشعر. اللي في مخك ده بقى يا اخي جرى يا جمعه؟ انا كده على العيال ولا على ام العيال؟ قول لي عاوز ايه؟ كان اللي في دماغي جنان زي ما انت بتقول يا رشيدي. ناسي انت كنت عامل ازاي قبل ما تتجوز امينه؟ ولا ناسي لما امينه حالتك عامله ازاي؟ الراجل ده انا جيت لقيتك مش على بعضك وعمال تتلفت حواليك شعبت في الشاي. حل من بعض ورشيدي. تصدق انا عمري ما كنت اتصور في يوم من الايام اني اتعيط ابدا قد ما عيطت يوم فرحتي بجوازي من امينه. هي كل حاجه في حياتي،
هي أمي، هي أختي. لما هموم الدنيا كلها بتركبني وبتكسر في عظمي، ما بقى هي حب الدنيا، حب الدنيا كله يا جماعة. طيب أنا هسيبك بقى عشان اتأخرت على المحطة وممكن قطر يجي كده ولا كده وما بقاش موجود. السلام عليكم. ألف سلامة على الحاج أبو علي. بطمنا عليه. تسلم يا سعادة. بقول لك أنت مش محتاج حاجة؟ الله يبارك لك. بجد والله. صباح الفل يا زمان. أديك أكرم باشا. ها؟ أخبارك إيه؟ مبسوط عندنا في الشغل ولا في حاجة تعبة ضميرك؟ لا طبعًا مبسوط. بعدين ضمير إيه؟ مخلص بقى. خلاص؟ إيه ده؟ يعني ده معناه لو حصل أي حاجة كده ولا كده في المصنع مش هتيجي تقول لي؟ هتخاف على أكل عيشك؟ لا طبعًا. اللي خلاني أقول زمان هقول دلوقتي. بعدين الموضوع مش موضوع خوف. المسألة مسألة مادة. مبدأ طبعا. ما المبدأ ده اللي خلانا اشتغل مع سعادتك. عندي سعادتك وفوقه بقى من الديناميت اللي انتوا بتضربوه ده. انت بتشتغل عند اكرم بيه مش معاه. صح، انا اسف، انا بشتغل عنده فعلا. عموما مفيش حاجه بتفضل على حالها. اصل الدنيا دي دوائر، محدش عارف ممكن بكره يكون فيه ايه. صح. الو. ايوه حاج. خير خير يا ابو علي؟ انت تمام ولا ايه؟ وحشتني يا ولا، مستكترها عليا. لا ابدا، بس انت كمان وحشني والله. بس صوتك كده في حاجه عايز تقولها؟ طيب ايوه يا ولا، ما يبقاش قلبك خفيف كده زي امك. لا خلي قلبك جامد كده زي. انا قلبي يجمد على الناس كلها الا انت يا سيد الناس. خلاص خلاص، روح شوف شغلك. احنا بس كان نفسنا نسمع صوتك. طب امرني، مش عايز اي حاجه وانا جاي. ابو علي بنقول لك ايه؟ نفسي في طبق هريسه. بس كده؟ اجيب لك هريسه وقشطه ورز بلبن ومهلبيه، اجيب لك كل حاجه حلوه عند الراجل. ماشي يا حاج، ربنا يطمنا عليك، مش تاخر عليك. سلام سلام. مع السلامه يا ابو علي. مع السلامه يا ابني. مبسوطة يا بنتي يا حنان، هنشوف. مش عارفة اوصف لك ببقى حاسة بإيه وأنا معاه. عقبالنا يا أختي كده لما نبقى مبسوطين وفرحانين زي. عقبالنا في إيه يا بنتي؟ ده أنتِ طالعة براجل ونازلة براجل. أنا بشر. أنا مبسوطة قوي. حاسة إن المرة دي هيقولي إن أنا أتجوز. بس أنا متأكدة إن هو بيحبني. بقول لك إيه؟ أنا عايزة أبقى أحلى مرة فيها المرة دي. عشان عايزاه يفضل فاكر دايما اليوم ده زي ما انا هفضل فاكراته العمر. بقول لك ايه يا بنتي يا زوزو، انا بس عايزه اتاكد انت ايه اللي مخليكي متاكده من الموضوع ده؟ هون اصل شايفاكي ماليه ايدك قوي منه. بصي انا مش اقصد حاجه، هو حلم جميل وكل حاجه ويا رب يتحقق، وانت عارفه ان انا اول واحده افرح لك واسعد لك في الدنيا دي كلها، والنعمه الشريفه اقسم بالله العظيم. بس برضو ما يمنعش انك تفرمي نفسك شويه يا بت، يعني اتحرسي. يا حنان احنا هنقعد نعيد ونزيد في نفس الكلام. انت يا بنتي يا نور، انا عارفه يا حبيبتي انت خايفه عليا، وخايفه اني اكون بشطح بخيالي ولا حاجه في الهوا كده واطير. بس انا متاكده ان هو بيحبني. هو في الاول خالص يعني ما كانش عارف هو عايز مني ايه، بس انا بجد اتشعلقت بيه وهو كمان اتشعلق بيا. اتمنى يا رب يا رب يا ذكرى يا رب. انت عارفه ان انا هبقى اول واحده فرحانه لك في الدنيا دي والنعمه الشريفه. انت عارفه يا حبيبتي. عارفه يا حبيبتي. الا قولي لي يا بت، عملتي ايه في موضوع الفستان ده؟ بقيتش عارفه اتكلم معاكي النهارده. الشغل ايه؟ ستات داخله وستات خارجه من المحل. الوليده دي بتكسب بجد. خمسه وخمسه يعني، فعناها عشان مش عايزه احسدها. بس انا بقيت بصراحه بخاف اتكلم معاكي في المحل، لحسن بت تسمع كلمه كده ولا كده تروح تقول لها. عيب عليكي يا بت، ده انا هخليكي برنسيست اسكندريه.
فشر ملكة جمال ميامي في زمنها، وبكره تقولي حنونة قالت. يا حبيبتي يا نونة، تصدقي انت المفروض تاخدي جايزة أجدع بنت في بحر وأنفوشي وكم الدكة. والنعمة والنعمة وحياة ربنا. ايه ده ايه ده، ايدك لو سمحتي، انا مرات اكرم، يبقى مرات اكرم. يا واطية، يلا يا واطية بتاعت الرجال. لا انا بتاعت فيما وبس. يا واطية بتاعت الرجال. يا سويتي العيال خدونا والعمر جري. فين لما كان حسن بيتنطط ويه واخدها يشب علشان يطول ونادي على كتف بنت شهور؟ كنت ارجع من المينا وضهري علل عليا، اول ما اشوفهم احس ان انا خفيت. النظره في عينيكي وعينيهم كانت دوليا. العمر جري، فتحتي المشغل وخدتي ناديه معاكي، وانا خدت حسن ونزلت بيه على المينا اتعلم كان يفك ويصلح اجدع مكنه في 5 دقايق. والبت ناديه تفصل احلى فستان قبل ما تتعلم القرايه. هيو عليك يا زمن. كل اللي بتقوله ده يا حاج كانه حصل امبارح، والحمد لله والشكر لله. حسن بقى باشمهندس قد الدنيا واشتغل في مصر، وكلها شويتين كده ويرجع ويتجوز البت ورد. نفسي اشوفه مع رايس. يا اخويا هتشوفه وهتشوف عيال عيالهم ويقعدوا يتنططوا على كتفك كده، جدو جه جدو راح، جدو جه جبت لنا ايه يا جدو كده. جدو جدو. نفسي اشوف عيال حسن وناديه قبل ما اقابل وجه رب كريم. ما تقولش كده يا حاج، ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. هتشيل عيالهم وعيال عيالهم وهتفرح بيهم وتجوزهم كمان. ايه يا عم واطي، اكلت؟ على الله تكون شبعت. يدوم العز يا منصور بيه. دي وليمه احسن من وليمه العمد كلته. اي والله. طبعا هتاكل وتتكل على الله على البلد، ولا عندك مشاوير هنا؟ مشاوير ايه؟ انا ما اعرفش اي حته هنا، انا حمار حصاوي، ده انا جيت لك بالعافيه. ما كانش فيه داعي، كان ممكن مكالمه تليفون ولا تيجي ولا تروح. لا ازاي؟ ما انا كان لازم اجي. امال مين اللي هيشغلني؟ ايه؟ البلد كلتها عارفه اني هاجي عند حضرتك هنا وحضرتك هتشغلني. اه انت جاي عشان تشتغل. بص بقى يا منصور بيه، أنا من الآخر كده لا معايا مؤهل عالي ولا متوسط، أنا معايا إعدادية، بس معايا 4 صور وأنا لابس فيهم كرافتة كده. خدهم ومشي نفسك بيهم وشفتي كده شغلانتين ثلاثة كده وأنا هنقي. كرافتة وشغلانتين ثلاثة وأنت تنقي؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ بص يا منصور بيه، البلد كلها عارفة إن أنت شغلت الوضع بس ابن الدكروري. ها؟ وده واد جعر وفضيحة في أي حتة. والبلد كلها عارفه برضه ان هو جه عند حضرتك هنا وكان عايز يعمل ايه ودخل عند حضرتك في الحمام. ايه بتقول ايه؟ ايوه عملها. عملها فين؟ بره العين. بقول لك ايه، خد القرشين دول واتكل على الله، ولما الاقي شغلانه هبقى اكلمك. لا مفيش لم يا مفيش لم يا منصور بيه. لو لقيت شغلانه هكلمك. ولا لو ضمي تروح فيها ابوس ايدك، شوف لي اي شغلانه عند حضرتك. خلص اكلك واتكل على الله، ولما الاقي شغلانه هكلمك. أحيان. أنا أسفة. مالك في إيه؟ أصلاً مش عارفس. طب ومالك؟ أعلمك. تيجي كمان؟ سيبي نفسك خالص. خطوة لورا. خطوة كده. راحة براحة. خطوة كده. الله يرحمك يا ماما. ماما كانت ايرلنديه على فكره، بس كانت بتتكلم مصري اجدع من كل المصريين. الله يرحمها. الوحيده اللي كنت برمي عندها كل همومي. كان عندها طاقه غير عاديه وصبر. كانت تقعد
تسمع 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 في الاخر تقول لي كلمه تهون عليا الدنيا كلها. على فكره الكلمه دي لو اي حد قالها لي مش هتاثر فيا، بس منها هي كان فيها سحر، سحر ملوش حل. الله يرحمها. على فكره اتاخرتي قوي في العزاء. كان نفسي يكون عندي ام زيها تشيل عني وتريحني. ليه؟ مالك؟ في ايه مضايقك؟ حاجات كتير، بس اكتر حاجه اني اشوفك بالشكل ده. النهارده فيك حاجه مش طبيعيه. قولي اعمل لك ايه عشان اريحك؟ تعملي لي ايه؟ تاكليني عشان انا جعان قوي. احيتهم يطلبوا الاكل. احينا جعانك انت، جعان كل حته فيك، كل حته فيك نفسي فيها يا ستره. انا حاجز المطعم ده كله علشانك. انت مش حاسه اللي جوايا ولا ايه؟ انا عايزك. يبقى نتجوز. ما ينفعش. انت عارفه كويس ان انا راجل متجوز وعندي ولد. عارفه تبقى مراتي مين وانا ابقى مين ولا ايه؟ ما هو الراجل اللي حق له يتجوز مره واتنين وتلاته اربعه. وبعدين يعني لو خايف على بيتك ومراتك وابنك انا موافقه نتجوز في السر. ولا حتى عرفي؟ بعدين ايه الجو البلدي ده سر وعرفي؟ بعدين احنا خدنا ايه من المتجوزين؟ ما انا هو قدامك متجوز وتعيس تعاست السنين لغايه لما قلبي دق معاك. في فرق كبير قوي ما بين الجواز والحب. الحب الحب حريه. الحريه دي احنا محتاجينها. خليكي معايا يا ذكرى، خليكي حبيبتي، وانا هجيب لك شقه وعربيه وكل اللي بتحلمي بيه. وجودك في حضن اكرم البدري ده مش شيء قليل، ده شيء كل واحده في بلدك تتمنى. خليكي معايا وبتاعتك سلمى. يعني هو انت كنت عايزني قبل العشوة في مكان زي ده؟ أكيد لأ. أنا عايزك انت، كل اللي انت عايزاه هحققه لك صدقيني. كتر خيرك يا أكرم بيه، عند اسمك. حسن حسن المؤاخذة ام احمد، ابويا مبصين على هريسة بيتدلع عامل فيها عيال. هعدي عليكي. معلش ما تخافيش هجيب لك هريسة، ما تخافيش. السلام عليكم. هات فيه واقف كده ليه؟ السلام عليكم. في عطيه ابويا تعب تاني؟ وفيها خير. انت ما بتردش عليا ليه؟ هو ابويا تعب تاني؟ فيها يا جماعه؟
انت ما بتردش عليا ليه؟ مش قادر تستنى لحد ما يجي لك. اوعى تكون زعلان مني عشان ما قلتلكش اللي انت عايزه. اوعى تكون زعلان مني عشان ما قلتلكش الشهاده اللي كان نفسك فيها. عارف ان انت واخد على خاطرك عشان كتبت عليك. زعلان مني ليه سبتني؟ هعمل ايه انا من غيرك دلوقتي؟ ليه سبتني؟ يا ابني اللي بيدخل الجنة دي بيخرج منها على ظهره. عايزك تدعي لي. لما تقوم انت يا اخويا تتوضى. بس انا حسابك بقى المره دي. لو راحت منك ورد هي اللي هتزعل اكتر منه. انت حر. معلش يا جماعه بتقل عليك بس انت الوحيد اللي بقدر افهمه. يا
نفسي اشوف عيال حسن ولادي قبل ما اقابل وجه رب كريم. ما تقولش كده يا حاج، ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. طول ما انا عايش على وش الدنيا بنتي ناديه مش هتتمرمط ابدا. خلاص حسن، خلاص حبيبي، خلاص أنا مش هدوق طعم الراحة لما أحقق لي حلمي، لما أحقق لي حلمي. هيتحقق الحق. ادعي بس، ادعي بس، ادعي وسيب على الله. ادعي. وهو مين الريس رشيد يعني؟ ما أنا حتة عتال في الليل بشتغل ريس على شوية عمال غلابة. عايز تبقى زي حسن؟ عايز تبقى زي بعد كل التعب اللي تعبته ده يا حسن؟ عايز تبقى زي ماشي مبسوط يا ريس حسن؟ وتعبي شقايا عليك طول السنين دول، واللي انت ضيعتهم بعندك هدر. يرضي بيه ده، يرضي بيه ده يا حسن، يرضي ربنا. مين؟ مين؟ أنا فاتن. كويس انك فتحت لي، انا كنت خايفه بصراحه تكسفني. وانا عارفه ان اللي قلته يوم الحادثه ده كان سخيف، بس والله العظيم كان غصب عني من التعب. كنتش عارفه انا بتصرف ازاي يعني ولا بقول ايه. مش مهم. انا اسفه. مش مهم، مش مهم، مش مهم اللي قلتيه ولا الكلام اللي انا قلته. مش مهم. وايه اللي مش مهم؟ كل حاجة مش مهمة. الناس اللي راحوا راحوا، لا زعلي ولا كلامك هيرجعوا. شكلك لسه زعلان. لا خالص، وطبقا لكلام الأستاذ الدكتور مدير المستشفى أنا اللي غلطان، وحقكم كلكم هنا على راسي. يعني انت مش زعلان؟ انت زعلانة؟ لا انا بزعلش منك. ليه؟
يعني انا هسيبك دلوقتي ونتكلم بعدين. خلي بالك من نفسك. والله ما كان لازم تشتغل النهارده يا ابله ناديه. طب ممكن بس تخش تستريحي جوه شويه؟ انا كويسه يا سمر مش تعبانه. العزا خلص بقاله 3 ايام وعندنا شغل متلتل ولازم يتسلم. كتر خير الناس اللي استحملتنا وقدرت ظروفنا لغايه دلوقتي. انتوا بقى الاجازه عجبكم وعايزين تكملوا. ما تقوليش كده يا ابله ناديه. ربنا العالم عم رشيد غالي علينا قد ايه؟ والله كان اغلى من ابونا، ده حتى الست ام حسن من ساعه اللي جرى واحنا ما بنشوفهاش. النبي قبل ناديه طمنيني عليها، انا الود ودي لولا الشغل اللي قعد تحت رجليها. معقوله؟ انت تعملي فيا كده انا يا حنان؟ انت تسرقيني؟ ايه؟ كنت فاكراني مش هعرف؟ يا مدام والله انا مش عايزه اسمع صوتك خالص. اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ اسلمك للبوليس؟ بعد اذنك يا مدام حنان ملهاش اي ذنب. انا اللي سرقت الفستان وخربته من المحل. صدقيني يا مدام زي ما بقولك بالظبط، هي بس قالت لك كده عشان خايفه عليا لا تاذيني، بس انا كمان ما رضاش انها تتاذى بسببي. اعملي فيا انا اللي انت عايزاه. زباله. انا برضو من اول ما شفتك قلت ان انت زباله ومش هيجيني من وراكي غير المشاكل، بس كدبت نفسي. ملوش لزوم الكلام ده يا مدام. شوفي ايه اللي يرضيكي واعمليه. اللي يرضيني؟ تفتكري انا هاخد ايه من واحده زيك؟ عارفه انا ايه اللي يرضيني؟ انك تطلعي بره المحل ده خالص. مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. عارفه لو لمحتك قدام المحل هخليكي تندمي. اطلعي بره. بره. افتحي يا ماما، انا عملتلك الاكل. يا ماما والنبي افتحي، انتي ما اكلتيش اي حاجه من امبارح. طب افتحي بس، خدي الاكل وخليه قدامك شويه واطلع لكم. ما انتي كل مره يا ماما بتقولي كده وما بتطلعيش. لا حول ولا قوه الا بالله. لسه برضو مش عايزه تفتح؟ لا. طب يلا يلا. ابي طمنينا عليك يا ذكرى. يا ذكرى والنعمة ما كنت اعرف ان الموضوع هيرسى على كده خالص. انت ذنبك ايه بس؟ الحكايه خلصت خلاص. النبي يا اختي ناوليني هدومي من عندك. انا بجد اللي هيجنني ازاي المدام عرفت باللي احنا بنعمله ده؟ اكيد ما فيش غير الواد الوسخ بتاع الامن وحياه امي لما اشوفه هشرشقه. خلاص طلع يا اختي ما منوش رجاء، لا هيقدم ولا هيأخر. بعدين كده كده هي كده هتعرف سواء منه يا اختي او من غيره. انا بس المشاكل مطلوب بشفايا مش راضيه تسيبني. يقطعني انا اللي شورت عليكي شورى الهباب دي. متشغليش نفسك الهم يا حنان. خلاص اللي حصل حصل. وبعدين يا بنت انت كنت بتساعدي صاحبتك مش كده؟ وانا رضيت ولازم ادفع ثمن اللي عملته. روحي لحسن مدام تندح عليك. متشغليش بالك بيا، ده هي أول شغلانة يا أختي هسيبها ولا آخر مرة الدنيا هتعاندني. يلا يا بنت روحي روحي بقى.
يا بنت يلا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك بدري كده يا ذكرى؟ الله مالك يا ذكرى في ايه؟ افتحي يا بنت، يا بنت افتحي الباب، مالك في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ليه حسن؟ وانت من امتى بتشرب سجاير؟ معلش ادعي له يا حسن، ادعي له ربنا يرحمه ويرحمنا يا رب ويصبرنا. كان بيحبك يا ورد. هو كمان بالنسبه لي كان اكتر من ابويا، كنت لما بحتاج حضن كنت بلاقيه، كان دايما كل يوم يسأل في حد زعلك يا بنت ورد؟ كان بجد ضهر ليا، أول مرة أحس يعني إيه ماليش أب بعد ما مات الله يرحمه. عارف كمان لما كنت ببقى قاعدة في أوضتي كنت ما ببقاش خايفة، كنت عارفة إن هو موجود، لكن دلوقتي انت بعد كده هتيجي تباتي مع ناديه من هنا ورايح في شبيت لوحدك هناك. حاضر، كمان عشان ابقى جنب ماما امينه. هي عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي، ما بتتكلمش خالص، وكمان بتاخد الاكل بالعافيه عشان خاطر الدم. عبد المعطي يا ابني، عبد المعطي يا عبد المعطي، قوم روح يا ابني. مساء الخير يا عم محمد يا بركه. يا ابني هو انا كل ما مشيك ترجع لي تاني؟ اتكل على الله. هو انا كل اللي يشوفني يقول لي اتكل على الله؟ هو انا ريحتي زرط بعز؟ طب اعمل ايه يعني دلوقتي؟ انا غريب عن البلد دي، وقريبي قاعد فوق ونكر نفسه عني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بقول لك يا عم محمد، ما تدخلني وانا اقول ان انت ما شفتنيش. يا ابني ما لو دخلتك منصور بيه يعرف ان انا اللي فتحت لك. اتكل على الله، يلا اتكل على الله. اتكل على الله ما تقطعش عيش. افتح بقى يا محسن، مش كل مره تكسفيني وتسيبيني واقف على الباب كده ساعتين. طب على فكره بقى، انا عارف انت صاحي وسامعاني كلام، وعارف ان انت عايز تقعدي لوحدك وتعيطي. من ساعة اللي حصل كل واحد قاعد لوحده. افتحي بقى وجمعينا كلنا كده حواليكي تاني يا ام حسن. طب بقول لك ايه؟ افتحي لي ونعيط سوا. مع ان عمري ما بعيط قدام حد، بس يلا مش خساره فيكي، عيط قدامك. افتحي بقى يا ام حسن، ما تحسيني ان انا مكسور من غيرك كده. افتحي.
تبقاش اللي يكسرها كده نايا. اللي بتقول كده يا حسن ده انت اللي باقي لي بعد المرحوم ابوك. حسك في الدنيا يا نايا. امال كل يوم بقى بتسيبيني اقف ساعتين قدام الباب ليه؟ مش عايزه تفتحي لي. عشان كان في كلمتين سر بيني وبين ابوك كنت عايزه اقولهم له وكان لازم يسمعهم. قلتهم له؟ كنت بعاتبه عشان انا كنت محلفاه ان انا اللي عايزه اسبقه. اسبقه عشان احضر له قعدته في الجنه ويجي هو يلاقيني في حلاوه بنت العشرين زي اول مره شافني فيها زمان. بس هو خلف وعده يا حسن. قولي بقى من الحكايه كده، انت غيرانه من حور الجنه امينه صح؟ وحاسس ان هو دلوقتي فوق مدلع نفسه وهيس على الاخر مش كده؟ الشيخ قال لي ان مراته في الدنيا هي ست الحور كلهم. امال انت بقى متضايقه ليه؟ خايفه من ايه يعني؟ ابوك يا حسن. مش انت طول الوقت سامعني كنت بتقولي ان انا شبه ابويا بالظبط؟ نفس بصيته، نفس ضحكته، نفس بصيته وهو زعلان صح؟ لما تحبي شوفيه يا ستي ويوحشك بصي لي. شوفي كده وبيقول لك كفايه يا امينه، ما تعمليش في نفسك كده. خدي عليك في حضنك واللي حواليك زي زمان. هو كويس وفي مكان دلوقتي احسن مننا كلنا ومبسوط. يا رب يديم عليها الراحة والجنة ونعيمها يا رب. ادعيله ادعيله أم حسن وادعيلنا احنا كمان وخدينا في حضنك كده ولمينا تاني. ربنا يخليكي لينا. دعيالكوا يا ابني دعيالكوا يا بابا. ايه يا نور؟ بتقول حاجة يا عادل؟ بقول حاجة؟ ده أنا بقول حاجات من ساعة ما عدنا. بس الظاهر عليكي كده في دنيا تانية خالص. يا ريت كان في دنيا تانية. هي واحدة بس. ولازم نعيشها لآخرها. حتى لو آخرها شبه أولها. يا نهار أبيض. إيه يا بنتي الفلسفة دي كلها؟ مالك يا نور؟ أنت عمرك ما كنت كده. فين النور بتاعت زمان اللي كانت ضحكتها بتنور من كل كلمتين بتقولهم؟ خلاص يا عادل انا تعبت مش قادره امثل اكتر من كده. اكرم برضو انا بقيت حاسه اني عايشه لوحدي زهقت. كل واحد فينا بيجي عليه وقت وبيزهق فيه من دنيته ما بيبقاش عايز يدخلها. ساعتها بيبقى محتاج حد قريب منه وبيحبه عشان ياخده من ايده ويدخلها له تاني. تفتكر الحد ده ممكن يبقى اكرم؟ طبعا اكرم مش وحش يا نور. صحيح في بينه وبينه مشاكل عمرها ما كانت ما بيننا بس دلوقتي الوضع اتغير والحياه بقت صعبه كلها ضغوط ونفوذ وتحديات قوه لازم تعديها كل يوم. نفس الحكايه ما بينكم. بس انا مش بكلمك عن الضغوط والنفوذ انا بكلمك عن احساسي كست. انا مش حاسه ان اكرم بقى اكرم بتاع زمان. لا 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 يا نور ما تفكريش كده. اكرم بيحبك ومش ممكن يسيبك ويروح لغيرك. ما تمليش دماغك بافكار مش حقيقيه هتأثر عليكم انتوا الاثنين وتبقى النتيجة ان انتوا تخسروا بعض. حبي أكرم زي ما هو دلوقتي يا نور عشان يرجع يحبك زي زمان. سوري تأخرت عليك بس غصب عني انت عارف بقى.
انا عارف طبعا، واضح. الله 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 حبيبي، ماله مالك؟ ولا علي مالك بقى؟ انا هيتقالي لا يا سوريا؟ انا عمري في حياتي ما سمعت الكلمه دي، لاني عمري ما كنت بطلب. كل حاجه كانت بتجيني لغايه عندي تحت رجليا من اول لما بأمر، ومن قبل لما تأمر كمان. مين العيل العبيط ده اللي يرفض لك طلب؟ او يمكن خايفه، بس اللي بيخاف بيفكر. دي قالت لا حتى من غير ما تفكر، دي كانت خلاص يا سو، خلاص قربت تنسى شكل دنيتها وما تشوفهاش غير بعناية. انا اكرم البدري اللي باشاره واحده من صباعه الدنيا كلها بتتحرك، اقول لها تعالي يا دنيا تيجي ركعه تحت رجليا. يحصل معايا كده؟ يلا في 60 داهيه هي الخسرانه. لا 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 يا سو، هو ايه اللي هي الخسرانه؟ ما ينفعش تخلص كده ابدا. طالما اختارت انها تبعد لمزاجها يبقى لازم ترجع غصب عنها، ورجليها فوق رقبتها وهتيجي. ده انا اكرم. ياه، الدرجه دي نفسك فيها؟ لا مش مساله نفسي فيها، بس لازم اجيبها وراقعه وهيحصل. ايوه يا ريس، لا تأمرني. النواقص بعتها مع بيوم. ماشي يا ريس، الله يبارك لنا في سعادتك، مع الف سلامه. شغلانه وما بتخلصش. يا ابو علي زعلان بزياده يعني النهارده، وما تقوليش ابوك في حاجه. تعرف يا خالد، وانا بدفن ابويا افتكرت كل حاجه وحشه حصلت لي في حياتي. افتكرت الراجل اللي رماني بره المينا، افتكرت حادثه القطر والعيال اللي راحت وبنت عطيه. احنا طلعنا ولا حاجه، رخاص قوي عشان ضعاف كل حاجه بتدوس علينا وبتهرسنا. بس النهارده محدش هيدوس علينا تاني خلاص. اللي ورا كلامك ابو علي، ناوي على ايه؟ مش ناوي على حاجه، ما تشغلش دماغك. أنا كل حامل هم أمي. أمي من ساعة اللي حصل ده بقى تعبانة، مش مظبوطة. ولا يهمك، سيبوها تحسن لها يومين كده وبعد كده هتفوق، ما حدش له دعوة بيها. مش دي القضية، الفكرة إن أنا نازل مصر وعندي شغل، مفيش حد يرعاها ويخاف عليها غيرك، انت الوحيد تقدر تكلمها وتطيب خاطرها بكلمتين. لا ما تقلقش، ان شاء الله ان شاء الله، انا هشوف الظروف. الظروف؟ الظروف ايه اللي تشوفها؟ براخ. انا بقول لك اختك تعبانه تقول لي اشوف الظروف؟ اختك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. انت ايه؟ واحنا بنشحتك؟ في ايه يا حسن؟ وايه اللي في ايه؟ ما تفوق. افوق؟ ايوه تفوق. انت مش واخد بالك الناس بتقول ايه؟ حطت القطر والسواقين والسرسجيل اللي خيرك مغرقه، محدش وراه سيره غير عليك انت والمره اللي انت قاعد مستنيها. المره اللي انت بتتكلم عنها دي تبقى مراتي. كانت مراتك. كانت مراتك يا خالي. الست دي مشيت وسابتك من 25 سنه وهربت مع سواق قطر. الست دي مش راجعه تاني. هتفضل قاعد مستنيها وحابس نفسك جوه الاوضه، خايف تتحرك يمين ولا شمال لحسن تيجي ما تلاقكش. هو انت فاكر انها ان هي حبتك بجد؟ هو انت تعرف انها حاجه؟ انت عارف هي عايشه ولا ميته اصلا؟ فوق يا خير، فوق بقى وعيش معانا شويه يا اخي. خلاص قلت الكلمتين اللي كنت حايشهم في صدرك من سنين يا حسن. الست اللي كانت مراتي دي يا حسن هي اكتر واحده انا حبيتها في عمري، هي الحاجة الوحيدة اللي حبيتها.
يحب حسن ما يعرفش يكرم ولا شيء في قلبه، بيحب يسامح، مش بيسامح اللي خان السلام، بيسامح الدنيا كلها، بيسامح كل الناس اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش. بس انت صح، انت صح يا حسن، انا فعلا خايف اخرج من هنا لحسن ترجع ما اشوفهاش. انت اصلا ما تعرفش نجاحي، نجاحي طول عمرها بتخاف من العربيات والاسفلت، فلما ترجع مش هترجع غير من هنا. عشت 25 سنة استنى اشوفها. هتفتكر ان خالك عبيد يا حسن، عارف عارف يعني ايه ست تهرب من راجلها تروح مع راجل تاني، تشوف الموت ولا تشوفوش، بس ده احساسها هي. وحشتيني ياما، وحشتيني وحشتني ساخدك فيا بالكوع. ايوه انا كويس قوي، منصور بيه ده طلع راجل محترم وجدع، جاب لي شغلانه محترم وسكنني في شقه واسعي يمرح فيها الطور. ايوه ياما انا كويس قوي، انا مبسوط مبسوط قوي. لا ما تخافيش عليا يا امه، وحشني اهل البلد، يا ريتني ما سافرت، بس اكل العيش بقى يا امه هعمل ايه. ادعي لي يا امه، ادعي لي، ده اكتر حاجه انا محتاجها. لا لا ما تخافيش عليا، انا كويس، انا معايا جيران الافرنك قاعدين معايا ليل ونهار، مش مخليني محتاج لأي حاجة. أيوة يا أم، لا إله إلا الله. نور كده كتير، أنت عمرك ما كنت كده، ايه اللي غيرك؟ بتسأليني انا يا مامي ايه اللي غيرني؟ خلاص اوكي صح انا اتغيرت، بس ليه؟ مش بسببه؟ نور اللي عمرها ما بطلت تضحك ولا عمرها اشتكت، دلوقتي خلاص ما بقاش عندي سيلف كونفيدنس، دايما بدور على حاجه ناقصاني من ساعه ما بقيت حرم اكرم بيه البدري. يا حبيبتي انت متجوزه رجل اعمال، انت نسيتي باباكي؟ بابي عمره ما كان كده يا مامي. وش عرفك؟ هو أنا مش كنت عايشة في وسطيكوا وأنا كنت مهاجرة؟ أمارة عايش في وسطيكوا مش مهاجر، تفتكر رأيه من رأيك؟ ده عشان البيه رسم قدامه صورة الأب المثالي الملاك البريء، ده غير إن نص فكرة مارو عنه جاية من كذبي عليه. وأنت مش عارفك إن أنا ما كنتش بكذب عليكي. مامي أرجوكي أنا محتاجة أكرم، محتاجة جوزي اللي حبيته وحباني. أنا أوقات كتير بخترع مشاكل وخناقات عشان أتكلم معاه، حتى لو كلامنا ده مجرد خناقة. بقيت اكره انه يوعدني بحاجه كبيره او يجيبني هدايا عشان ببقى عارفه تمنه، غياب اطول وما اقدرش اتكلم. حبيبتي اكرم بيحبك،
بس ظروف شغله في البلد كده. ماما من فضلك ما تقوليش كده، عادل اهو صاحب عمره بيمر بنفس ظروفه، عمره ما اتغير مع اي واحده من اللي يعرفه. وايه دخل عادل بمشاكلكم؟ هو كمان شايف ان اكرم اتغير، يعني مش انا لوحدي. حبيبتي عمرك ما هتلاقي جوزك طول ما اللي حواليكي بيكلموكي عنه كده. اللي بينك وبين اكرم انت بس اللي تفهميه، مفيش حد تالت. بقال الله يا استاذ حسن، ده في حياتك يا استاذ حسن. حياتك الباقي. بقال الله يا ام حسن. حياتك الباقي. الحمد لله على السلامه يا هندسه. الله يسلمك سعاد. بقال الله. يلا بالله. والله العظيم يا حسن كنت عايز اعزيك في اسكندريه بس حصلت معايا ظروف كده. ولا يهمك. كانك عملت الواجب بزياده. طب انا سعاده ايه الاخبار؟ في اي حاجه حصلت وانا مش موجود؟ يابا ولا اي حكايه، الدنيا ماشيه زي الفل، هي بس المكنه اللي انت كنت شغال عليها اتاخرت حبتين، فالرئيس سلمها العطا يقوم بيها. بس بقول لك ايه، المكنه برضه بتاعتك زي ما تقول يا جدع مستعصيه عليه، حالفه ان ما حد اشتغل عليها غيرك. بس بقول لك ابو علي الراجل شايط مش طايق نفسه. مش معنى عن المكنه دي مزايا زي غيرها، دي اللي هتربطه ولا تحله عند ممتاز. لا وانت الصادق دي اللي هتفكه من هنا خالص. يعني ايه؟ اديني سجاره. انت من امتى بتشرب سجاير؟ يعني ما تشغلش دماغك انت، ولع فهمني بقى. الغيك انا بقى على الحوار، صاحبك ممتاز جه من كام يوم ووقفنا كلنا هنا صف واحد وقال لنا ان في شحنه مكن جايه من بره على المصنع هنا، تجميع وتركيب في ايد الخواجه، بس الصيانه على ايد الرجاله في المصنع هنا، عشان كده عايزين يصفونا. طب ايه علاقته يعني؟ مش المكن ده ليه توكيل؟ يعني لو حصل اي حاجه يبعتوا التوكيل يصلحها؟ مالنا احنا ومال السكه دي؟ يابا توكيل مين يابا؟ تف من بقك، هم عايزين الحكايه دي تخلص على ايد الرجاله في المصنع هنا. بس بقول لك ابو علي، تعيينات ايه؟ والفلوس ايه؟ والدنيا حلوه خالص في المرتبات، وحظك حلو انت لسه جاي، ربنا يكتبها لك يا صاحبي. ربنا يكتبها لي يا رب. اصبر يابا. يا عمنا ما تقطعش، المكن جاي جاي والاداره فوق ولا على الموضوع دوت، واكرم بيه واقف على دماغهم، اي حوار هيحصل مش على هواه هيطير اي حد. جاي لك يا عمنا. مش عارفه والله يا سمية، امبارح بعد الشغل بقول لعلي اني كنت تعبانه جدا مقفش عليا. لا هو بس الدكاتره كانوا قليلين شويه في المستشفى، وبصراحه الشغل كان كتير قوي وانا تعبت جدا، وبقول له عايزه اعمل طلب اجازه مقفش عليا. انت بارده، انت ما عندكيش دم. صدقي بقى فعلا ان انت بنت ما عندكيش دم، وهو عنده حق في كل اللي بيقوله. بقى انا بكلمك عن الناس اللي ماتت عندك والاطفال اللي اتصابوا، وانت تكلميني عن الزفت بتاعي. هو ده وقته كتير ما بتفهميش. انا بجد مش مصدقاكي، وهو فعلا عنده حق يشوفك غبيه ومتخلفه وما بتفهميش. بقول لك ايه، اقفلي عشان مش طايقاكي دلوقتي، انت بنت متخلفه، انا لو عايزه اعرف اي حاجه لازم اجيب نفسي. اقفلي بقى. سلام. انت بتكلمي مين يا بنتي؟ مالك؟ سيبك منها، دي بنت متخلفه. المهم مفيش اخبار عن زين؟ مفيش، كلمت كذا محامي وقالوا لي لما نوصل لاي حاجه هنبلغك. لو اي حد من الامامير اللي عاملين يتمشوا في الجامعه دول ادى لنفسه بس نص ساعه للعمل السياسي جوه الجامعه، هيحس انه بيضيع عمره المهم اللي ممكن يذاكر فيه محاضره بحاله. هندسه صعبه يا برنس. على رايك، انت اللي زيك بقى رئيس جامعه دلوقتي. طب موت يلا بقى عشان نلحق. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. مش ينفع امشي المصنع غير لما اعدي على سيادتك في المبنى الاول. طب اقعد واهدى. ما كنتش متصور انك هتجيلي بالسرعه دي. ما سعادتك اللي امرت بكده، لو شفت اي حاجه غلط اجي ابلغك على طول، وده مش غلط، دي مصيبه يا باشا. مصيبه؟ مصيبة ايه بقى؟ مصيبة ايه؟ يا باشا المواصفات مش مطابقة، بيستغلوا اسم سعادتك، الحاجة اللي المفروض يشتروها بقرش بيشتروها بمية. وانت بقى من وجهة نظرك شايف ان ممتاز هو الوحيد اللي مشترك في الحكاية دي، ولا في حد تاني معاه من الإدارة؟ حد تاني زي مين سعادتك؟ يوسف حفني مثلا؟ يا باشا يوسف حفني ايه؟ يوسف حفني ما يعرفش حاجة عن الموضوع. ازاي بقى؟ ازاي؟ ده اللي انت بتقوله ده في صميم شغله. يا باشا اللعبة كله جاي من ورا ممتاز والناس اللي حواليه، هم المسؤولين عن تحديد الكمية وشيت المواصفات، يعني في سمسارة واضحة ما بينهم، بعدين اللي اسمه يوسف حفني ده بعيد خالص ملوش علاقة. مش قادر أتخيل. ممتاز؟ ممتاز؟ ده بقاله 5 سنين شغال عندي، من أكفأ الموظفين ما غلطش غلطة واحدة. ألا. طب ويعمل كده ليه؟ ويا ترى بقى في حد غيرك عارف بالموضوع ده؟ باشا ورحمة أبويا.
انا ماليه مصلحه من ورا كل ده، بس انا عهدت سعادتك اي حاجه غلط هبلغك على طول. بعدين اسم ممتاز ده انا ما عمليش حاجه ولا بيعاملني وحش، بس برضو الحق حبيب الله. اوكي انا مبسوط منك على فكره، وعشان كده ليك عندي مكافاه كبيره قوي. يا باشا ربنا يخليك، مكافاه انا ما عملتش حاجه، انا بس بعلم. عارف عارف، عملت اللي يمليه عليك ضميرك، وعشان كده هتاخد المكافاه. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. تقدر تتفضل انت، انا هبشر الموضوع من عندي هنا، ما تقلقش. ماشي يا باشا، خلي سعادتك. عاجبك كده يا ماما؟ ينفع اللي بيعملوه فيا ده؟ الله على الرومانسية. يبقى هي دي اللي واخداك مننا؟ بس أمورة إيه؟ في إيه مالك؟ I'll check it out. I'll check it. هي دي اللي عاملة فيك كل ده؟ بس مش ملاحظة يا دكتور إنها صغيرة شوية؟ يا أخي وأنت لو ما قعدتش ساكت تموت. أنت عايز إيه؟ أنا ماشي أسحب لك المكان كله. سيكو تعال، تعدي على أمن الجامعة وتعدي على ضابط شرطة، تظاهر غير سلمي، تعدي على الطلبة، تعطيل الدراسة، تخريب منشآت عامة. شكلك بقى وحش قوي يا سمية، شكلك هتعيد السنة دي والسنين اللي جاية كمان. يعني محتاج الليستة الطويلة ده عشان يلبسنا قضية؟ انت تخرس خالص، لحسن اربطك على باب الكلية واجيب العيال الاخوانجيه يعملوا فيك حاجات انت عارفها كويس. مساء الخير يا مراد باشا. اهلا حازم باشا. ايه ده حازم باشا؟ اتفضل يا باشا. وبنفسك تعبت نفسك ليه بس؟ الحق يتقال، انا سبت موضوع الجامعه ده من زمان، بس لما عرفت بقى ان الموضوع فيه اسلام وسميه قلت لا، ده انا لازم اجيب نفسي. ما تقوليش انك سايب مكتبك في الدقي وجاي مخصوص عشان ترفع لنا الكارت الاصفر وتحن علينا وبقيتنا الليله في سرايرنا. لا 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 لا، كارت اصفر ايه يا راجل؟ انا متاكد ان مراد باشا رفع الكروت دي من زمان وكتير قوي وظبط الدنيا معاكم، انا جاي عشان حاجه تانية خالص. بس انت صح، هتنام الليله دي في سريرك. ومش حنيه. ده بعد اذنك يا مراد باشا. تؤمرني يا حازم باشا. واضح انك بقيتي مجتهده قوي السنه دي وعايزه تنجحي، ده بعكس السنين اللي فاتت كلها. عشان لما دكتور كبير زي جلال عرفان هو اللي يتوسط لك ويتدخل في الموضوع ده بنفسه. يتوسط لكم يا سيدي. تمام. كيب اب ذا جود وورك. مش بتقولوها كده برضو؟ سلام. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. مش عاوز قرف المرة دي كمان بليز. حاضر يا باشا، حاضر والله العظيم حاضر. اتفضل. ايه ده؟ مفيش شلتة؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. ايه؟ معلش. اوعى اوعى. ماشي يا باشا. جاتكم القرف في اشكالكم؟ لازم اعمل كل حاجه بنفسي، لازم. خش يا ولد، خش. اتفضل يا صلاح الدين. شكرا يا سمكه. ها هنقضيها قرف؟ قرف ليه بس يا صلاح بيه؟ والله العظيم ثلاثة، احنا بقالنا 10 سنين ما صدرش مننا أي حاجة. مفيش شحنة لأكرم باشا سواء داخلة أو خارجة بتتأخر عن ميعادها، غير كده بره مسؤوليتي. بص، كل الناس اللي في المينا هنا مسؤوليتها إن شغل أكرم بيه يمشي.
لأن غضبه لما بيهب بيهب على الكل وبدون استثناء. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. الفولة زين. صباح الفولة صالح بيه. أهلا سي حسن. إيه؟ عرفت بالقرار فقلت أجل مين راجع في دفاتري القديمة ولا إيه؟ قرار إيه؟ آه واضح إنك ما تعرفش. في قرار إداري بفصلك من المصنع، كنت هتتبلغ بيه الصبح على فكرة. مفهوم ولا أقول كلام؟ فصل مين من المصنع؟ وأنا عملت إيه؟ وأكرم بيعرف باللي بيحصل ده؟ أنت تنفذ اللي بقوله بس. مالك أنت ومال أكرم بيه؟ كبيتو؟ بلا كبيتو بلا بتاع. أنا مش نفس حاجة لما أسمع من أكرم بيه نفسه. يا نهار احوس يا نهار احوس. تسمعها شخصيا من اكرم بيه؟ باظت. هو انا علشان سمحت لك تقابله مره يبقى خلاص ما وراهوش غيرك؟ يا عم صالح ما منفعش كده. يا عم صالح ما هو باظت وخربت. باظت. هقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودانك. خلص الكلام والبندقيه اتسلمت. كابيتو. جاتكم القرف القرف القرف. هي استنى بس يا حسن، استنى هنشوف هنعمل ايه. ذكرى ازيك يا حنان؟ ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ بكلمك طول الوقت تليفونك مقفول. يعني والنبي حنان ما تزعلي مني على المشاكل اللي سببتها في حقك على طول. ستي ولا مشاكل ولا مهله، هي راحت لحالها وعدت وخلاص. المهم انت ما تقلقيش، انا جنبك لحد ما الاقي لك شغلانه. يا اختي ما انا لفيت على محلات المنطقه واحد واحد لغايه ما قعدوا دابت الا ما حد فيهم بلغ ايه بكلمه حلوه. يلا تفتكري يا بنتي يا حنان المدام قالت لهم حاجه عليا؟ والله يا ذكرى ما بقتش فاهمه حاجه يا اختي، بس هي ست مش سهله، مش بعيد عنها تعمل حاجه زي دي. عندك حق، بس انا قلت لك انا في كل خرابه بيطلع لي فيها حفره شكل. يا زربة انا المشكله فيا انا. انت ما تفهميش هم، سيبيها على ربك وان شاء الله هتتفرج. استنى دول خليهم معاكي. ايه يا بنتي حنان، ده انا مش عاوزه حاجه. يا بنتي خليهم معاكي لحد ما يقبضوكي بقيت الشهر بتاعك. لا يا حبيبتي خليهم معاكي انت، كفايه المصايب اللي حصلت لك من تحت راسي. وبعدين يا حنان انت عندك هم ما يتلموا مشاكل قد كده، مش ناقصاني انا بقى. طب انت لو عاوزتي اي حاجه كلميني على طول. يلا سلام. السلام عليكم. السلام. على فين يا استاذ؟ انا شغال في المصنع بتاع اكرم بيه. والله عندي تعليمات ومنع دخولك هنا. ايوه ما انا عارف، ما رحت المصنع برضه بتاع اكرم بيه قالوا لي كده، هقابله بس ثواني. يا فندم دي اوامر عندنا، ممنوع دخولك هنا. طب باشمهندس يوسف موجود؟ من فضلك ما تقطعش شكل عيشتي، الله يخليك، اتفضل مع السلامه. قول له بس، قول له حسن رشيدي موجود بره، بلغه بس. ببلغه انت بطريقتك الخاصه. يا سيدي كلمه على الجهاز بلغه. من فضلك يا استاذ. يا عم مش تخسر حاجه. من فضلك ما تقطعش شكل عيشتي، اتفضل يا استاذ. يا سيدي هقابله ثواني. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا بيه. ولا حاجة. حسن حسن ماسك روق يا عم وصلي على النبي. اكل العيش ده نصيب ونصيبك لحد هنا، هتعمل ايه يعني؟ كله خير ان شاء الله. هيجي منين بس الخير؟ لا سكه الغلط نافعه ولا سكه الصح موصلانا لحاجه يا زيك. طب ما حاولتش تكلم الراجل اللي جاب لك الشغلانه؟ اه يمكن يكون له صرفه. حاولت مليون مره، مره ما بيردش ومره قافل تليفونه، مش عارف اعمل ايه. طب اهدى اهدى وصلي على النبي، ان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا. والله يا صاحبي انت عارف انا لو في ايدي حاجه كنت عملتها. بصراحه زيك انت في ايدك. لو على المينا يابا. هي المينا بس مش اللي في دماغك. انا رجلي اتقطعت من المينا من ساعه ابويا الله يرحمه. خلاص الله يرحمه. امال ايه؟ في شحنه جايه من بره على المصنع. الشحنه دي عشان تعدي لازم تعدي عليك الاول، تتفحص وبعديها بكام ساعه تطلع من الجمارك.
الكلام اللي انت بتقول مالك انت ومال الكلام ده؟ يعني مالك انت ومال شغل اكرم؟ يا ابني انا ماليش دعوه، الحوار كله عندك انت وشغلتك تجبرك ان انت تعطل الافراج الجمركي. هو عنده مشاكل في المين؟ عنده مشاكل في الشحنه دي يا زيك؟ يا نهار اسود، اعطل مين يابا؟ ولا اقدر، حتى لو اقدر فكرك اللي مظبطهم يعني هيسيبوني؟ ده مش بعيد يطردوني منها زي ما عملوا معايا. يا ابني ما تقلقش، انا مظبط الدنيا وشفت الورق كمان بعناية. الموضوع كله في المواصفات، كلها شويه حروف على شويه ارقام، لو قارنتها بالبيانات اللي على الورق بكل حديده في الشحنه اكيد هتلاقي اختلاف، حرف مش موجود، رقم غلط. وساعتها بقى، وساعتها هيبقى في فرق في المواصفات، يعني حوار كبير. الله ينور عليك. وكده ولا كده هتعدي يعني مش عارف امنعها. بس انت ما بقولكش امنعها، انا بقول لك عطلها بس كام يوم لحد ما اقول لك امين يا اخي. حسن انت بتلعب لعبه كبيره، انت شفت بنفسك صالح الزفت ده هو بيوصينا على الشغل. يعني لو حاجه زي دي حصلت مش انا بس اللي هروح في داهيه، لا ده هيهرش اللي انت عاملها فيه بالعيني عشان تتقم مني. يا عم ما تقلقش، الحكايه كلها كام يوم هتعدي يا زيك. يا حسن بس بس ايه ياض؟ يا زيك ده انت حققت البطولات في المينا دي يا جدع. لا يا حسن ياض، هو انا لبسك في الحيط ياض؟ اسمع كلام، ده انا اخوك اقف جنبي. اخوك ياض، بص اخوك ياض. خلاص يا حسن وربنا يستر حبيبي. سيب سيجار. ما تشرب قهوتك يا عمرو بيه، هياخدنا الكلام لحد ما تبرد. ولا انت عاوز الباشا بقى يقول ان اكرم البدري ما بيعرفش يضيف رجالته؟ متشكر يا اكرم بيه. في الحقيقه لما وقع الاختيار عليك في تولي اتفاقيه اعاده الاعمار كنا بنينه على اعتبارات كتيره قوي، منها كفايه اعمالك المشهود بيها من الجميع وثقتنا المطلقه في قدرتك على تولي مشروع دولي بالضخامه دي. ويا ترى بقى ايه اللي اتغير في اللي انت قلته؟ تعرف اكرم السياسه متقلبه، والقرار اللي بيتاخد النهارده بيتحول بكره لاي حد تاني. اقدر اعرف بقى القرار الحكيم ده اتحول لمين؟ اصل ما اعتقدش ان المواصفات اللي انت قلتها تنطبق على حد في مصر غيري. لا، في مصر مليانه رجال اعمال مجتهدين غيرك برضو يا اكرم بيه. مين يا عمرو بيه؟ عادل الراوي. عادل الراوي؟ عادل الراوي اللي ما بيعرفش يبني فيلا في كومباوند من غير ما يرجع لي تدوله مشروع بالضخامه دي؟ انتوا اكيد بتهزروا. هي الحكومه دي هتفضل عبيطه وتافهه لحد امتى؟ امتى هتعرف حجم مسؤوليه البلد اللي هي شايلاها؟ انتوا اكيد مجانين. بلاش تتعدى حدودك يا اكرم. مش انت اللي هتعرفني حدودي. انا اكرم البدري اعمل اللي انا عاوزه. وواضح برضه ان اكرم البدري نسي مين اللي بيقرر ده يشتغل وده لا. شكر على القهوه، ما بشربهاش بارده. مجتش المستشفى ليه؟ مش عايز اشوف حد، وكده كده لو غبت الاسد ده هيرتاح. شكلك لسه زعلان مني. الفتاح فين؟ ياسمين بنتي الله يرحمها. اليوم اللي لغيت فيه على المستشفى وقلت اني تعبان كان الذكرى السمنه بتاعتها. ماتت من 5 سنين، كان عندها كانسر. ياسمين علي ما كانتش كل دنياها، بس كانت بالنسبه لناس كتير حواليا انا ومراتي مصدر الفرحه والأمل بالحياة. كنت ببقى قاعد قدامها بتفرج عليها وأنا عاجز رغم خبرتي الكبيرة في الطب. خدت معاها أي رغبة بالنسبة لي في الحياة.
بقتش حاسس غير بحاجة واحدة بس. الطب ده كسبة كبيرة. احنا اكتشفنا المرض متأخر. لأنها كانت نشيطة وحيوية وبتجري في كل حتة. كانت بتتألم ما بتقولش. لحد ما حصل اللي حصل. كنت ببقى قاعد جنبها على السرير ببص لها وهي بتضحك بتقول لي ما تخافش يا بابا. كانت عندها القدرة انها تضحك رغم انها عارفه ان دي اخر ايامها في الدنيا. لما ماتت مات جوايا كل حاجه. لا بقيت عارف اضحك ولا اعيط ولا من اي حاجه. كل الاحاسيس اللي جوايا ماتت. عشان كده طلقت مراتي. مش عايز اعذبها معايا. انا اسف يا دكتور سامح. ما كنتش عارف. انا عارف زعلان منك. كنت معاملك بطريقه مش كويسه. صدقني كان غصب عني، غصب عني علي. ما تقولش كده يا دكتور. انت بالنسبة لي مش دكتور. انت أب وأخ وصاحب. تشرب بيه. من وقت على الفتاحة مش لاقي. حاضر سيدي. ريع سوس هتفضل مخبي وشك وتلف حواليك يمين وشمال. ما تشغلش بالك يا نورس. وبعدين انا قلت انزل اتمشى معاك عشان تروق. تروق؟ لو انت مش هتحل كل حاجة كنا ننزل كل يوم بقى نتمشى. خلي على الله. نادية بتعمل ايه؟ يا نادية. حسن الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ الله يسلمك. لسه راجع. عاملة ايه؟ الحمد لله. خد يا عزوز هتيجي يا ابني. عزوز صح. نادية نادية اخت الصغيرة. تعالي نسى نادية وجاي في حياتك ولو انها متأخر. حياتك الباقية متشكرة أوي. أنت كنت رايحة فين؟ ولا حاجة، نزلت أتمشى شوية ومروحة على طول والله. طيب، تعالي أوصلك قبل ما أروح مشاوير أنا كمان. يلا. تعالى عزوز معايا نوصلها؟ لا أنا هروح. هتيجي معايا؟ لا السلام عليكم. سلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، عاملة إيه؟ الحمد لله. Thank you.
مصيبة لما يبقى شحنة باسم أكرم البدري تقف في المينا على شوية ورق تبقى مصيبة. مصيبة ولا مش مصيبة؟ لا قولي أنت يا ماما. سامع؟ أهي قالت مصيبة فعلا. والمصيبة الأكبر يا ماما لما يبقى واحد شغال مع أكرم البدري ويبقى واقف عاجز قدامها. أهو يا ماما شفتك. هانم اكسكيوز مي برنس، الحكاية فيها حاجة، دي مش أول مرة. الموضوع مش شوية أوراق متعطلة ولا دلع موظفين محتاجين حسنة. طب ما تقولي يا أستاذ على السبب اللي يخلي موضوع زي ده يحصل معايا أنا. أنا أكرم البدري. أوكي إكسلانس أوكي. الإفراج الجمركي متعطل لأنهم اكتشفوا إن مواصفات المكن اللي موجودة على الورق غير مواصفات المكن اللي موجودة في الشحنة، فاعتبروا الفرق ده هيخصم كتير كتير من الجمارك اللي المفروض تدفع عليها. مش أول مرة يعني تكون المواصفات مختلفة، ما احنا طول عمرنا كده. لكن دي أول مرة ياخدوا بالهم. صحيح، ازاي شوية موظفين هبل زي دولت يفهموا الفرق في مواد هندسية بالضخامة دي؟ برافو اكس اكسكيوز مي، يعني الموضوع كده في حاجة مش عادية. واضح ان اللي بيحرك الموضوع حد معين، حد من برا المينا نبه الهيئة للفرق ده. واضح انه مش اي حد، ده حد بيواجه سعادتك في العلن، علني من غير خوف. يعني مش حتة موظف. تقصد مين يعني؟ الباشا مثلا؟ الباشا انت اهبل يا صالح؟ اهبل؟ متخيل ان الباشا بالتفاهة دي عشان يعاقبني بوقف شحنة في المينا؟ اوكي بلاش نقول الباشا شخصيا، ممكن يكون حد صغنن بيشتغل معايا. وسعادتك علمتنا ان الصغننين لما بيضربوا بيضربوا تحت الحزام. خلاص يا حسن، دخلت سكة مفيهاش رجوع. لو خفت محدش هيرحمك، لو فضلت زي ما انت هيدوسوا عليك هم وغيرهم 100 مرة. انت لازم تبقى حد تاني، لازم تتغير قصادهم، تتغير حتى قصاد نفسك، تبقى حد ما يعرفهوش ولا يعرفوا ناويلهم على ايه. وقال الله ما يعزش على اللي خلقه. ركز معايا يا عبد المعطي، والكلام اللي اقوله لك ده تحطه حلقه في ودانك وتحفظه زي اسمك، انت فاهم يا عبد المعطي؟ يا ريس دي شغلانه سهله وبسيطه. اشتغلنا الاصعب منها. ايوه يا عبد المعطي، عندنا التعليمات هنا ممنوع نهائي التصوير حتى لو كان بكاميرا الموبايل. يقول لك سيلفي بالسيلفي انسى،
وكمان ممنوع التدخين نهائي يا عبد المعطي، واي حد هنا تعامله بالذوق والادب والاحترام وخاصه الاجانب، انت فاهم يا عبد المعطي؟ اطمن يا ريس، انت معاك رجل امن بالفطره، انا عارف ان المكان ده مستهدف، مفيش قنبله حد هيعرف يحطها ولا جوه ولا بره المتحف، واي كلب هيحاول اسمع، انت كل اللي عليك تحط عينيك في وسط راسك وتبقى محافظ على الامن كله كويس قوي، واي اجنبي يسالك سؤال اوعاك ترد عليه، توديه للموظف المختص. طب واني رحت فين يا ريس؟ افهم اللي بقولك عليه يا عبد المعطي، انت باين عليك رغاي ومش هتشتغل معايا ومش هتطول معايا، فاهم يا عبد المعطي؟ شوف شغلك. واني شغلي كان من ايه؟ ده شغلاني مليطي. يا عم سيب اللي في ايدك ده وفهم بامبر. جيت وقلت له وقفها زكي. زكي عمل قرد عشان يوقفها. جه دلوقتي وعايزنا نمشيها عادي كده. فهمنا يا ابو علي. يا ابو الزيك مصلحة، المصلحة عايزك. مصلحة مع مين؟ أكرم البدري اللي ضيع مستقبلك لقوا إيه مرتين؟ مرة من مينا ومرة من مصنعه. وأنت بنفسك قلت عليه إنه حرامي. جاي دلوقتي وعايز تخلصه؟ بقول لك إيه؟ اصبر الكلام، هتقف جنبي وتساعدني ولا فكني منك خالص شوف لي سكة تانية؟ إيه ده إيه؟ قول يا بعض صلي بينا على زي ما وقفناه المره اللي فاتت، هنرجع نمشيها تاني بنفس السكه، بدل ما نقول المواصفات مش مطابقه هنقول الموديل هو اللي مش مطابق، واحنا كوركات بقى عشان نعرف نفرق بين دي ودي. اه كوركات، هو انا حد فيكم خد باله غير لما شاورت عليها وقلت لكم حاسبه؟ طب ازاي بس يا عم؟ انت هتقول ان انت ما كنتش تعرف انها تبع اكرم البدر، وان انت في المعاينه كنت غلطان، وبجره قلم خلص كل الكلام. الله، كمان عايز تطلعني غلطان؟ ماشي يا ابو علي، انا بعمل كل ده علشان، مع اني ربنا مش فاهم. حبيب ابو الزيت هفهمك على كل حاجه بعد ما نخلص. الضر موجه عالي، بنخاف سنة بنخاف الضرب بالجزمه في دماغه. الخوف ما بيطمنش الا الجبانه يا ابو الزيت. يا ولد يا اكسلانس. واو، اطلع برا. برا يا صالح. برا. اوكي اوكي، عادل الراوي برا. بونجور يا اكرم. انا قلت اسيب صالح يدخل يقول لك، بدل ما تجيب اللوم عليه على طول لو دخلت. ايه يا عم؟ على اخر الزمن هستنى اذن عشان ادخل لك ولا ايه؟ انا جالك بنفسي اهو، بدل ما تتصل بيا وتقول لي عاوز اشوفك يا عادل وتعمل عليا رئيس نيابه. كويس انك عارف ان لما بعوزك ببعت لك. من امتى وانت بتيجي من نفسك؟ اكرم انا عارف انك زعلان. ايه؟ سمعتش؟ زعلان؟ انت ايه حكايتك؟ من امتى يا ابني وانت حاسس انك مهم لدرجة انك ممكن تبقى سبب يزعل اكرم البدري؟ انت مجنون؟ متصور ان صفقة هايفة زي اعادة الاعمار دي هتعمل منك بني ادم لدرجة ان انا افكر في عمايلك؟ واضح ان مفيش فايدة فيك، هتفضل فاكر نفسك فوق كله مجرد ان عينك اتعودت تبص لتحت. بس صدقني خلاص، ما بقاش باقي من اللي تحت غير رجليك، اللي يبص تحت رجليه هيجي عليه الوقت ويقع. بسم الله ما شاء الله، بقيت عراف. لا وبتعرف تهدد كمان. طب والنبي قول لي انا هقع امتى بالظبط عشان محتاج اظبط مواعيدي. ما حصل خلاص يا اكرم، انت ما وصلكش كلام الباشا ولا ايه؟ انت غلطت يا اكرم لما سحبت شركاتك من ارض البنداري، وصفقه الاعمار لما جات لي عقابا ليك مش مصلحه ليا. وانت بقى بقيت الملاك البريء، ابو قلب طيب قوي اللي دخل عالم الكبار غصب عنه. مش كده؟ مش للدرجه دي التعريض. الكبار ما بيغلطوش يا اكرم. بس ما بيصغروش يا عادل، ما بيصغروش. انت طول عمرك مستخبي ورايا، ورا اسمي اكرم البدري. لما تيجي بقى تحب تقف قدامي ما تندمش،
ما تعلقش خلافات البيزنس اللي ما بيننا على اخر خيط يا اكرم. انا خايف يجي الوقت ويتقطع. احنا في الاول وفي الاخر صحاب. اتقطع خلاص يا عادل، اللي ما بيني وما بينك خلص. ما ينفعش تبقى صاحبي وعدوي في نفس الوقت، ما حدش بياخد كل حاجه. اهلا يا حسن، ازيك؟ الحمد لله، كنت بدور عليك، كنت عايزك في موضوع. عارف يا حسن انا مش ناسي موضوعك، انا كنت بس مستني فرصه هتكلم اكرم بيه واقول له. لا مش قصدي، انا كنت عايزك في موضوع تاني خالص. بس انا سمعت كده ان في شحنه معدات داخله المينا، والشحنه دي عليها شويه مشاكل. يعني انت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ يعني انا قلت احاول، يعني جايز اعرف اساعد ولا حاجه. لا 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 يا حسن، ده انا بقول عليك راجل فاهم، ما تديش ودنك للعمال. اللي انت بتسمعه ده حاجه والحكايه حاجه تانية خالص. يا باشمهندس انا متربي طول عمري في المينا واعرف الناس دي اكتر من اي حد. سيبنا حاول، مش نخسر حاجه، جايز تنفع المحاوله دي. برضو يا حسن انت حر، بس عايز اقول لك حاجه مهمه. عرفت تخلص الموضوع ده خلصه، ما عرفتش كانك ما عملتش حاجه من اصل. ماشي، اديني فرصة بس. ماشي، خلي بالك. ماشي. ادخل. صباح الخير يا دكتور. درب ده ريبورت لستراكتشر. بس ده متأخر قوي، ده ميعاده من 5 أيام. معلش، أنت عارف الظروف اللي حصلت لي. قصدك الظرف إنك اتقبض عليك أنت وإسلام زميلك. بالظبط كده. طب مش كان المفروض تشكري الدكتور اللي طلعكم؟ على العموم أنا مش عايز شكر. ده واجبي تجاه تلاميذي، خصوصا المشاغبين منهم واللي مش عارفين مصلحتهم. والمغيبين والمضحوك عليهم والمأجورين. بقولك يا دكتور، ما تقولش المهمه كلها بالمره وتخلص. لا انا ما اقدرش اقول لفظ زي ده. بص يا سمية، انا الليبرالي مش يساري زيك، يعني مؤمن بالمسؤوليه الشخصيه وبتقديسها. يعني كل واحد مسؤول عن اللي بيعمله واللي بيقوم بيه، مش انك تطلبي معامله خاصه في الريبورت بتاعك علشان عملتي ظرف سيء كنت انت المسؤول عن حدوثه. بصراحة يا دكتور، لو حضرتك النهاردة كانت طويلة قوي، أنا ما عنديش أي استعداد أسمع واحدة. طيب أسمعك سمية، أنا مش أمناجي زي ما أنت فاهم. كل الحكاية أن الضابط كان محتاج مني خدمة قبل كده، فتقدري تقولي أنه كان بيردها. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت. ياه، الناس بتوع زمان دول كانوا مجاملين بالحب قوي وحاسين إنه هو الخلاص. تطر حد فين يا مورز؟ يا مورز عزوز، سرحت منك شوية. بس موضوع المعاش بتاع ابويا، رصيد الاجازات وجو الحكومه اللي انت فاهمه ده، انا بقى مش فاضي للتنطيط هنا وهنا. ما تشيلش هم يا صاحبي، انا مكانك انا، ولو على الورق انا هخلصه. سبحان الله يا عم، انت ناقص، انت حركاتك كلها بحساب، لا تعرف تروح لا هنا ولا هنا. طب يمين بالله اللي تعمل اللي انا قلته يا حسن، وهتسافر وهترجع تلاقي كل حاجه تمام واكتر من تمام كمان. خلاص يا عم ما تعصبش. ماشي. اللي قول لي بقى عزوز، الاناشيد اللي انت عملت غنية من الصبح دي توديك لحد فين؟ واه، يعني انت كنت سامعني؟ امال ايه؟ سامعك طبعا. مش عارف يا حسن، انا حاسس ان الدنيا بتتغير حواليا بصراحه. يعني ما ينفعش اقيم كل حاجه بالمشاعر، مش كده ولا ايه؟ اي ما يا ابني، انت بتفتح مشروع جديد، ما تبطل الخوف اللي انت فيه ده، هتفضل حابسها جوه السيرك. خدها بره السيرك، اتكلم معاها، احكي لها، طلع كل اللي جواك.
اخرج. نخرج فين يا حسن؟ دي بنت ناس. ايه بنت ناس؟ بنت مين يعني؟ هتكون مين؟ بنت ناس يا حسن، بنت ناس وخلاص. وبعدين يعني حتى لو هي وافقت تخرج معايا، أنا خاف عليها حد يشوفها معايا يا أخي. يا حسن، يا حسن اللي بيحب حد بيخاف عليه. صح، عندك حق يا عزوز. والحب حلو ماشي اه. بس وبعدين؟ ما أنت كده هتتجنن، ناوي تعمل إيه يعني؟ وأنا اتجننت فعلا يا حسن، ومش عارف أعمل إيه. صورت كتير يا سيد، ودلوقتي هتهبر. تربيتك الوسخه يا سياح قدامك. يا بسيبتي يلا عملتي ايه يا راجل؟ عملتي فيه ايه؟ فتحتي اوضه ليه؟ جوزك ما رضيش على ايه الباب؟ وكان عايز يرد على ايه يا امي؟ يرد على ايه يا روح امك؟ هتعملي لي فيها شريفه انت كمان يا بنت. يا بنت ده انت بتصرمحي ليل ونهار في الشوارع والاسم. بشتغل يا امي. بتشتغلي يا بنت؟ ده انت كفايه عليكي رجاله الحاره اللي انت مدوخاهم وراكي
ومخيجاهم عليكي في الدخله وفي الخارجه. خلاص يا اختي جهد على ده ووقفت. يعني انت عايزاني اسيبه ياخد كيفه مني يا ماما؟ اخرطي. يعني ايه ياخد كيفه منك يا واطشه؟ ليه؟ ما عندوش مره يا اختي تملى عينه. انت يا بنت انت عايزه تطفشي الراجل؟ لا يا روح امك، انت اللي تغور في 60 داهيه والباب يفوت 10 معيد. يلا فيزي قومي، انا مش عايزك. يلا قومي فيزي، يلا في داهيه. صباح السعادة يا إكسلانس. ما كانتش أمنيتي أزعج سعادتك، بس يوسف حفني قاعد في المكتب معايا هو والولد اللي اسمه حسن، وبيقول إنه عنده خبر هيسعد سعادتك موت موت. اتنين؟ اتنين موت؟ هو الواد ده أنا مش كنت فاصله يا صالح، عايز يقنعني بإيه؟ عايز إيه؟ ويوسف حفني بيقول لي طالب 5 دقايق من وقت معاليك. انت مجنون يا صالح، مجنون مجنون. صباح الفل يا اكرم بيه. قول قول بسرعه للباشا انت عايز ايه بسرعه. حاضر. انا حاولت اوصل لسعادتك كتير، بس والله مش عشان مشوني من الشغل، انا عارف ان سيادتك مالكش علاقه بالموضوع ده ومش عايز اشغل دماغك. كويس انك عارف كده. ايه بقى الموضوع اللي انت عايز تقولهولي وهيسعدني موت موت؟ سعادتك، شحنة المعدات اللي في المينا. شحنة ايه؟ الشحنة اللي عليها مشاكل في الجمارك خلصت خلاص. وخلصت ازاي يا استاذ؟ يا باشمهندس، مش شايف انها كبيرة عليك شوية؟ مفيش مشكلة بتكبر على حد سعادتك، في حد بيصغر لها عشان يعرف يتعامل معاها. كمان حافظ كلامي. سعادتك لو مش متأكد من كلامي هيتصلوا بحضرتك يأكدوه دلوقتي. روح 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 وغير المنقط اللي انت لابسه ده، مش هننقط هنا. امشي. منقط؟ امشي. اكسلانس طب عملت كده ليه؟ خلصتيني الشحنه بتاعتي ليه؟ ده انا فصلك حتى. والله سعادتك انا ما طمعان نرجع الشغل، انا بس اكلت عيش وملح في المكان ده، وسعادتك صح فضل عليا. يظهر ان انا ما شفتكش كويس. قولي بقى انت مين؟ اسمي حسن، حسن الرشيدي. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ أطردك من المينا تجيلي على الشركة، أطردك من الشركة تجيلي على المكتب. طب يا ترى لو طردتك دلوقتي هلاقيك فين بالليل؟ هتلاقيني في خدمة سعادتك. يا سلام. لا بجد أنا عاوز أعرف أنت حكايتك إيه بالظبط؟ يا أكرم بيه أنا ما عنديش حكاية فعلا تتحكي. مفيش حد ملوش حكاية يا حسن. أي بني آدم في الدنيا بيبدأ من مكان وبينتهي في مكان تاني. وأنا بقى مهتم أعرف أنت بدأت فين عشان تكون نهايتك عندي هنا. أنا بدايتي عند سيادتك مش نهايتي. ياه. طب بص يا حسن، أنا هعلمك الدرس الأول وعاوزك تذاكره كويس قوي. كونك إنك أنت تكون واثق من نفسك دي حاجة، وإنك تبني ثقتك على حد تاني دي حاجة تانية خالص، وخصوصا لو كان الحد التاني ده أكرم البدري. أنا أنا ما ببنيش حاجة على حساب سعادتك، أنا طول عمري كده، عارف مكاني وعارف حجمي كويس. لو فكرت إن أنا أحل مشكلة الشحنة دي، ده وفاء للمكان مش أكتر من كده. ما تزعلنيش منك بقى يا حسن، أنا لسه بقول الولد ذكي وذكاؤه عاجبني، بس أوعى أوعى يصور لك ذكائك إنك ممكن تهين ذكائي. العفو سعادتك. أوعى تكون فاكر إن اللي عجبني فيك إنك حليت لي مشكلة كان ممكن احلها بتليفون صغير من مكتبي. لا، انا اللي عجبني فيك انك قدرت تفكر صح، حاولت بامكانياتك الميته دي انك توصل لحد مكتبي هنا اهوت.
ودي تصرفات واحد عاوز يكون حاجة. فكر، خطط، عمل خطوة أولى ناحية عالم عاوز يخشه. اوعى تخلي التانية تدوس على الأولانية وترجعك سنين لورا. يا أكرم بيه، أنا ممكن أكون بحسب خطواتي لكن أخطط لها لأ. أنت شايف إن في فرق ما بين الاتنين؟ طبعًا، في فرق كبير سعادتك. الحساب دايمًا بيبقى على المكشوف، لكن التخطيط في الضلمة. اقعد يا حسن. لو عاوز تعيش صح يا حسن، لازم تتعلم إزاي تكيف نفسك ما بين الاتنين، الضلمة والنور. وده سبب قعدك معايا دلوقتي. مش فاهم سعادتك. انت عرفت تمرر شحنة وتوصلها لحد عندي. يا ترى لو بتعرف تمرر تعرف تعطل؟ انت سعادتك تؤمر وبس. ماشي. في رجل اعمال اسمه عادل الراوي، عنده شحنة هتطلع من مصر بكرة أو بعد بكرة. تعرف تعطلها لي لحد لما أنا أقول لك كفاية؟ سعادتك لو مش عايز تقول كفاية كمان، نلبسها تتلخفة لحد ما تتبخر خالص. الموضوع مش سهل أوي للدرجة دي يا حسن. سيب الخبر اللي وصلك منه هو اللي يحدد، سهل ولا صعب؟ نو 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 ديت نو. I'm sorry. يا استاذ ما فيش لمس، ما توديناش في دهي. Oh, this is so nice, so beautiful. No. No. No, 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 no. No. Dick, no. أنا مش مصدق نفسي. أنت هنا يا فاطمة؟ إيه اللي مدخلك هنا؟ فاطمة وحشتيني أوي يا فاطمة. يا ترى أنا شاغل بالك زبلت شغلة بالي ولا نسيتيني؟ كويس بس وحداني محتاج لك. وحشتني قوي يا فاطمه. اوعي يا فاطمه، اوعي توافقي على حد غيري. استديني. انا هعمل قرشين يا فاطمه، حوش لي قرشين ولا عشان اتجوزك. استنيني يا فاطمة، استنيني. أنا بحبك. إيه يا عبد الله؟ يوصل الدرجة دي يا ابني؟ أنت بتكلم نفسك؟ لا أبدا يا ريس، أصلي. طب يلا شوف شغلك يا ابني. سلام دلوقتي يا فاطمة، هرجع عليك تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. أبلة نادية. عزوز. أنا رحت المينا زي ما اتفقت مع حسن. خلصت وراجل معاش. ما بقاش فاضل يعني غير إنكم تروحوا تاخدوا
تاخدوا رقم المعاش. اتفضلي. معقول خلصت الورق بسرعه دي؟ حبايب المرحوم كتير، كل الناس كانت عايزه تعمل الواجب. احنا تعبينك معانا قوي يا عزوز. ما تقوليش كده، انا لو عليا كنت مضيت مكانكم، بس انا خطي وحش اعمل ايه يعني؟ مش عارفه اقول لك ايه يا عزوز، بس من ساعه ما ابتديت تجري على الورق وانا حسن اخويا هنا لسه ما سافرش. ربنا يديني المعروف يا استناديه. على اذنك. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. اتفضل. صباح الخير استاذ علي. ايوه اتفضل. حظك سعيد. اتفضل. احنا كنا على وشك اقامه ندوه علميه. تلت ساعه متأخر. حضرتك متاخر تلت ساعه عن ميعادك يا استاذ علي. ده حقيقي، انا اسف. الزحمه والعنوان تهت شويه. هو حضرتك مش من اسكندرية؟ لا، أنا من جنة صعيدي. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ علي. أنا النهاردة مش قاعد معاك علشان موضوع النشر. الحقيقة أنا عاوز أدردش معاك شوية في طرح وجهة نظر في الدرافت اللي أنت كتبته، ربما تستفيد منه في الجزء المتبقي من الرواية اللي أنت لسه ما كتبتوش، أو تعيد النظر في كتابة الرواية من الأول وجديد. هتستفيد كتير من الأستاذ مصطفى، اسألنا أنا. الحقيقة يا جماعة، الدرافت اللي كاتبه الأستاذ علي يفتقد إلى الكتابة الحداثية. الكتابة عنده كلاسيكية، والشخصيات تفتقد إلى التجربة الإنسانية الحقيقية اللي تفتقد إلى التفاصيل والديتيلز. أهم حاجة التفاصيل. طبعاً واضح إنه هو بيقلد الكاتب ماركيز، بس مش عارف يقلده كويس، علشان كده إحنا يعني إيه ما نقدرش نقول عليه دلوقتي كاتب. لازم ياخد فترة طويلة جداً معانا علشان يبقى كاتب أو أديب. أظن واضح يا أستاذ علي، فاهمني؟ طبعا فاهم. عارف ليه؟ عشان انت ناشر عظيم. طبعا. بس في الحقيقة انت فاشل عظيم. ايه؟ اخرس. انت وشوية شغالين معاك في الثقافة، وانا متأكد انك بترص الكلام ده لأي حد يوريك اي حاجة. البيت ده بتاع باباك الله يرحمه، كان عايز يجوزك فيه، فقلت أجيب صحابي المثقفين ونجيب شوية كراسي ونعمل دار نشر. دي دار نشر عظيمة. دار نداء. نداء يا ابو نداء. انت وهو دي أفشل حاجة عملتها في حياتي، إني عدت القعدة دي. يا عيب عليكم. قوم يا ابني قوم، انت مش فاهم حاجة. يا زيك طمني، ايه الاخبار؟ تمام، كله ماشي زي الفل لحد دلوقتي. المخزن ده امان؟ اصلي المخزن قديم وخرج بره الجرد، ما حدش بيستعمله. بس ايه، ما تقلقنيش. الحكايه دي لو اتهرشت الرجاله دي هتروح في سنين الدهيه. وانا بصراحه بقول لك ايه، الدهيه بتاعتهم ايه؟ خصم لك لما مرتب كل واحد فيهم. عندنا يا سيدي. ماشي يا حسن، خلص وكلمني. ها طمني على طول. ان شاء الله. مساء الخير.
اهلا، ازيك يا دكتور؟ على فكره انا لسه كنت بكتب في الروايه بتاعت حضرتك، حضرتك جايب لي تعديل.